جلال أخوان نشكركم على وجودكم معنا في الانطلاقة لهذا المعرض الدولي للكتاب موجه للشباب والأطفال. كيف ما كتعرفوا الوزارة يعني وعندها استراتيجية باش ترجع القراءة للأطفال وللشباب، أولهم السنة السابقة إلى تذكرشو كان هناك اتفاق مع وزارة التعليم باش نفتحوا يعني جميع المكتبات ديال الوزارة وديال الجماعات الأطفال المدارس يعني الأطفال. واليوم هذا المعرض باش نعرفوا بالقصص الجديدة بالأعمال اللي كيقوموا بها يعني المغاربة في هذا المجال، وحتى يعني القصص الدولية ومشاركة قوية من مجموعة ديال الدول، مجموعة ديال الشركات الكبرى بما فيهم كيف مشوهم قبيلة مارفيل. الأساس والفكرة الأساسية هي نرجعوا ذاك العلاقة ديال القراءة ما بين الطفل وما بين الكتاب، خاصة في الإشكاليات اللي كنعرفوها اليوم والتطورات ديال التكنولوجيا والأطفال اللي تزادوا في هذا أو هذا الجيل الجديد يهتم أكثر بالهاتف وما هو يعني تكنولوجيا. فلهذا أعتقد بأن لابد أن يكون هناك مجهود أقوى وأكبر، وهذا الشيء اللي منخرطة فيه الوزارة بشراكة مع مجموعة من الشركاء على رأسهم بالطبع مجلس الجهة ومجلس الجماعة اللي بشراكة معهم نجحنا هذه الدورة الأولى، وإن شاء الله بإذن الله بالطبع يكونوا دورات أخرى ويكونوا لقاءات حتى في مجموعة من الجهات والأقاليم باش نقربوا الكتاب موجه للأطفال لجميع الأطفال في المغرب. اليوم جينا تحت الطلب ديال وليداتي زكريا ومريم، سمعوا هذا الخبر ديال افتتاح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب، جاءوا قالوا لي جبنا لهذا المعرض لانه في هذا المعرض كيلقاو الغذاء ديالهم، هما كيحبوا الكتاب واحد الحب كبير. علاش الكتاب؟ لانه به كيقدروا يشوفوا واحد الصوره مستقبليه، كيشوفوا بان الكتاب هو اللي غيوصلهم للقدام، كيعطيهم معلومات بخلاف الهاتف. ومن هنا كنعطيو واحد الرساله لاولياء الامور الاساتذه الوليدات الاطفال بانهم يتركوا الهاتف ابار ويتجهوا نحو الكتاب، لان بالكتاب نقدروا نوصلوا. فبالكتاب هو عنوان مغرب المستقبل، به كنحاولوا نرسموا خطط المستقبلية من أجل وليداتنا يوصلوا الهدف المنشود. حق كل رواق كنسك على الآخر، وإحنا أمام رواق ديال وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. هذا الرواق كان جميل، كان في مجموعة من الورشات، كانت رواق، كان أنشطة ديال الشعر، ديال الخطابة، ديال اللغات. الوليدات كيبرعوا في اللغات، في التعبير بكل طلاقة. صراحة كانت من هذا المنبر فوزارة التربية الوطنية بينت بأن وليدات ديال اليوم ما نخافوش عليهم إن شاء الله، لأنهم في أيادي أمينة. سير هذا نهارنا نهار عيد، نهارنا نهار خير، مرحبا بكم و ألف ألف مرحبا.